طيب شباب، احنا محاضرتنا عن الذكاء الصناعي اليوم. هذه مقدمة بسيطة جدا. المفروض تكون عن شابتر واحد في الكتاب، بس عادة انا بنزلش شابتر واحد. شابتر واحد ندرسه من مكان ثاني. هلا الذكاء الصناعي، لما سجلتوا المادة، مادة الذكاء الصناعي، شو كنتم متوقعين تكون مادة الذكاء الصناعي؟ انه انتم تصيروا اذكى؟ الآلة تصير اذكى. كيف يعني تصير اذكى؟ شو بصير فيها عشان تصير اذكى؟ بستعمل المنطق في حل السؤال. شو كمان؟ تتنبأ بناء على الشيء اللي عندها شو حيصير. يعني القدرة على التنبؤ هي جزء من الذكاء. شو كمان الذكاء؟ شو تعرف شو الذكاء؟ لما بنقول الشخص هذا ذكي، شو قصدنا؟ قدرة على تحليل المعلومات المهمة. تحليل المعلومات المهمة. شو يعني تحليل؟ بس تحليل؟ بس كيف؟ ليش مثلا بنقول هذا الشخص اذكى من هذا الشخص؟ شو؟ قدرته على التحليل؟ بس على التحليل بتطلع نتيجه منطقيه. نتيجه منطقيه، شو معنى منطقيه؟ قدرته على التحليل. عقلانية، شو معنى عقلانية؟ تتحدث عن شيء معين. بتقبلها العقل؟ العقل كيف بتقبلها؟ العقل بقول تدخل الجامعة خبزة عقلانية هالكلمة؟ لا. ليه؟ لأنه مش إشي واقع. يعني عقلاني لازم يكون واقع. طيب إذا بعمل نتائج عقلانية للكمبيوتر. تقريبا الوضع الطبيعي لا، بس في الـ AI يصير. لا، شو يعني تعريف الذكاء؟ كيف نقول الصناعي؟ الصناعي، شو يعني الذكاء؟ هلا هون بدناش نعرف شو الكتاب. المحاضرة الجاية يوم الخميس تكون كويز. نعم صحيح. بديش اياكم تدرسوا شابتر واحد من الكتاب. بدي اياكم تروحوا تحطوا artificial intelligence في الويكيبيديا وتقرأوا شو موجود معلومات عن الذكاء الصناعي. بالمناسبة وهلا بعطيكم الأسئلة اللي بدنا اللي بتكون الكويز منها معروفة ندور عليها وتفهموها. بس السؤال تبعي أنا هلا إنه أنو عنده على جهازه إشي ذكي؟ هل في برنامج ذكي على جهازه؟ ولا جهاز ولا برنامج؟ برنامج ذكي؟ لا. شو الذكاء في البرامج اللي بستعملوها؟ هذا موقف برنامج معين زي ايش بدكم؟ برنامج ايكليبس انفايرمنت اللي مبرمج فيها جافا فيها ذكاء؟ فيها. شو وين الجزئيه الذكاء فيها؟ انه لما تكتب شيء غلط انه بالسنتكس ايرور مثلا بحط لك خط احمر. شو رايك فيها؟ هاي الذكاء؟ فيها. وتوقع فيش لازم يكون معها نصاب. وين تكتب تتوقع لك يعني اوتو كومبليت؟ اوتو كومبليت او كومبليت. هاي الذكاء، هاي الذكاء، بدك فيها ذكاء؟ هاي مش ذكاء. ليش مش ذكاء؟ يعني خلص هاي بريدكشنز موجوده يعني اللي بتوقع لك، لكن مش شرط تكون صحيح. مش شرط تكون صحيح. اخلص يعني في طريقه بس غلط. بس قريبا صحيح ولا لا؟ انا بس احاول. لا كان شو رايك؟ لا انا بعتقد انه ذكاء. ليه؟ انه بناء على شيء بيكتب اليوزر هو بتنبأ له انه راح يعمل شيء غلط، فمن اول ما بيحطوا له ايرور ما يتكمل. طيب شو ذكاء؟ لانه هاي بيكون في الباص الكتابي بيكون معروف انه الخطا راح تصير، فبكون حدا بيكمل هو مره بيكون قرار. هلا شو شو رد عليك؟ بقول لك بكون قصدي مش ذكاء، لانه اصلا
شهاره في سوفت وير في قصص اكبر تو كوميونيتي
فيلنيتيز في علم الكمبيوتر اللي هم اكبر فيلنيتيز اللي هم داتا بيس والاي اي هلا فول ستورج وداتا مايننج وهي الاشياء كلها هي شغل صغير والفندنج حجم الكوميونتي مش لانه الناس بس انترستد بالاي اي الدول شيء يعتبر فني من الابحاث الدول بتدفع فلوس كثير في منطقه اكثر من منطقه يعني بلزم امريكا انها تعمل مثلا اي اي انه العلم هذا ينتج ويكبر ليش؟ لانه هم يستعملوا بالاسلحه ويستعملوها ويلزمهم بالداتا بيس لانه هذا الايكونومي كلها الاقتصاد مبني على الداتا بيس الشركات اهم برامج في الشركات هي برامج الداتا بيس فبصير في زي تقول تنافس بين الكوميونيتيز انه كل واحد بده يبين انه الموضوع اهم عشان ياخذ فندنج من الدول اكثر مضبوط؟ هلا اليوم مثلا كلاود كومبيوتنج سيمانتيك ويب هاي المواضيع العالم كله بيحكي عنها الاي اي على فكره الاي اي مش موضوع واحد مجموعة طويلة من المواضيع زي ما بنحكي بعد شوي بس في يسموها الاي اي ويندر في فترة من الفترات طلع الاي اي زي الصاروخ المجتمعات كبرت كثير الفلوس كبرت كثير الكل صار يحكي الاي اي الاي اي بالسنين قد ايش؟ نزل طبعا ايش نزل ما جاش الدرج الابحاث في جلسة الدرج ورد يطلع ورد ينزل فبنسميها لما بينزل عدد بيخفض نور وبهجة موضوع معين نسمي هذا ايش؟ ويندر ها؟ مش ايام السبرينج والصيف هلا ويتش بيرد وليش؟ الاي اي مش موضوع واحد يعني الناتشرال لانج بروسيسنج اي اي المشين ليرنينج اي اي لما نعمل بلاندينج اي اي لما نعمل روبوتكس اي اي شو لما نشتغل في الداتا مايننج والهاي قضايا برضه اي اي لما نشتغل باللوجيك اي اي فالاي اي مجموعه طويله جدا من ليست المواضيع اللي تندرج تحت علم الاي اي فالاي اي على فكره الماده المناسبه هاي الماده مش زي المواد الثانيه ندخل ديب في موضوع معين هاي المادة عبارة عن سيرفي شو يعني سيرفي؟ مسح سريع مسح سريع لا مواضيع يعني احنا بنجوز حوالي 15 سطر ولا 10 سطر ما بعرف قديش في مواضيع انا بقولها حنقرا عليها بس تكون فيها بروك خفيف طبعا ما بنقدرش نقول مثلا ماشين ليرنينج في موضوع بسيط بجوز انا بدي اسال موضوع موضوعين ثلاثة بس هنأخذ عدة مواضيع في هاي المادة مثلياً ما تسمى هلا أنا في مواضيع كثير صار لها عز وردت في سلك فهذا أخذ حق الحق وجاوب على السؤال هذا جاوبنا شو الـ AI Applications اللي تعرفه كله شيء زي سبيلينج مترجم مثلا ترجم مثلا ولا شو الـ Artificial Intelligence سيميوليت ناتشرال انتليجنس شو الفرق بين الارتفيشال انتليجنس والانتليجنس والناتشرال انتليجنس يعني الذكاء الانسان الطبيعي ولا الذكاء المشين في فرق بين كم ما تقول اكيد اول شيء بدنا نعرف شو الناتشرال انتليجنس وبدنا نعرف هل الارتفيشال انتليجنس شو ستيميوليت يعني حاكي او يشبه يعني لما اقول هذا الشخص ذكي هذا البرنامج ذكي شو الفرق؟ What are the criticisms on the AI research؟ الـ AI research بدي رأيك الشخصي والناس شو كانوا؟ في ناس كثير عندهم كثير ملاحظات انتقادات على أبحاث اللي بتصير في الـ AI. على فكرة الـ Data Base المجتمع الـ Data Base ناجح المجتمع البحثي أوسع.
الاي اي بدكم صراحه بالايام هاي الاي اي مش مهم لا مواضيع هاي اهم مواضيع صارت حتى مواضيع في مواضيع الداتا بيس سكرام مطور شغال على الداتا بيس صارت كمان ايش تدخل فيها مواضيع بس بدنا نعرف بدي اعرف هون انت بتقرا ورا اللي حتقرا شو الفرق بين الاي اي واللوجيك في فرق يلا يا احمد احمد شو الفرق بين الاي اي واللوجيك الاي اي تعتمد على اللوجيك اللوجيك هو احد مواضيع شو اللوجيك اللي هو بسميه علم المنطق صح؟ طب الاي اي بتفلسف فيه علاقة بينها؟ بتفلسف عشان تحاول تتطور من الذكاء هي صحيح لما بتقول لك فلسفة كلمة جميلة بس مجتمع سلمي مجتمع مش مجتمع عند الناس العامين من الناس اللي تفكر فيها بتفلسف يعني ما عرفش شو معناها يعني بتفكر بعمق فلسفه الموضوع الثاني يعني بتفكر فيه بعمق ها هلا علاقه الاي اي بالفلسفه علاقه الاي اي اللوجيك مع طب شو علاقه اللوجيك مع الفلسفه؟ المنطق هو فرع من فروع الفلسفه والمنطق هو فرع من فروع الاي اي في علاقه اكسبلين ذا ميننج اوف لوجيك شو اللوجيك شو هو اللوجيك شو هو اللوجيك وشو يعني الريزن شو يعني المنطق علم ببحث في ايش لازم يكون هذا لازم يكون هذا لازم يكون شكل يكون شكل
تصير تقدر تسوي تبحث تصير تعرف بالضبط من داش الدولة. What are the major research approach schools في العراق؟ في مدارس، في ناس بيشوفوا زي الكتاب مؤلف الكتاب تبعنا بشوف كل الدنيا agents. يعني agents أنا شخصيا لوجيك في ناس بأهم موضوع عندهم بالاي اي اللي هو ماشين ليرنينج. وين في عده مدارس، في شيء بنسميه بروبابيلستيك وستاتستيكال ميثودز. يعني انت شغلناك يا احمد سيلز مان في سبيت ثاني شركه ثانيه موظف لك بتلف على المدن بالضفه الغربيه و بتوزع الطاقه. اني مدينه بتبقى فيها الوضع؟ Thank you.
حي المهمة، حي المهمة مش واحد ستار يعني لازم نحس. طيب هنا أهم شيء عندي تعرف هم الفلاسفة العرب درس قلت لك أقول لك قد 10 وكل واحد من وين وشو بالضبط سوى في الرجل. Why Arabs choose to study logic in the past? ليش درسوا logic؟ أنا بدي أحكي لك الجملة. ها؟ بدي أحكي لك الجملة، بدور على أسئلة. لا. مش بس عشان يعني، نعم مش عشان بدي أحكي لك وجود الله، لا. ما لوش علاقة. هلا الموضوع اللي بدي أقوله هون، ليش أنا سألت هاي الأسئلة؟ بما إنه logic، أنا ركزت على أحد الشباب، بما إنه logic جزء من الـ AI. معناها ما بترسمها في قضايا كثيرة فيها مش اخترع بقى المؤلف عن ذكر المؤلف اللي مش بتشوفه مش مؤلف نجمة ماكي مؤلف الكتاب بدنا نشوف شو الشغلة اللي بترسمها كمان اللي العلماء العرب قديما عملوها خاصة في المجر والمناسبة أنا أعطيكم إياها تعرفوا المرض بالإنهيرتنس والإنهيرتنس؟ إيه؟ إنهيرتنس نهرب تفضل كلاس ديجرام شيء صار كلاس من الكلاس إيه هذا إيش هذا موجود هنا من عرب أرسطو شو أرسطو هو العرب لا بس يوناني يعني كذا كلكم هذا الكلام من يوم أرسطو بس عرب في الناس الأوروبية وبعدين استعملنا ما بيجي هنوقف طيب هاي أول محاضرة في أي سؤال عن اه عندك سؤال تفضل كل الكورس هيك كل الكورس هيك لا هي بس موتيفيشن بس ليه كل الكورس هيك سيء يعني جزء كله فيلوسفي وديسكريت لا لا طبعا الكورس هي يعني نزل بعد المنطقه عشان مش معقول لا الكورس فني لا الكورس بيعتمد على الديسكريت ماثماتكس الكورس بيعتمد على الديسكريت ماثماتكس لا هي مكمله بس بس اخر شوية هلا عم نقول في الاشياء يعني هو فن ولا مش فن قصدي حلو الواحد يتعلم حلو بس انت عم تتعلم في الماده يقول اه هل الماده ممتعه ولا مش ممتعه؟ حسب الاستاذ حسب الاستاذ ممتع ما اقدرش اجاوبك عليها والله حبيت اشوف شو السؤال بس بعده اكثر ارض اكثر ارض مثل ما